إن هذه الأكلات مؤذية للأسنان، فعندما تكثر منها سوف تسبب لك التسوس. أما عندما تنظف أسنانك فسوف تحارب التسوس. هذا ليس صحيحا، فأنا لا أهتم بأسناني ولم تؤلمني بعد. من هناك؟ أين أنا؟ أنا كنت في فمك وأنت تأكل الحلويات فألمتك أسنانك. ذهبت إلى الطبيب فقام بخلعي. بقيت وحيدة بعيدة عن باقي أصدقائي. يجب أن تنظف أسنانك جيدا حتى لا نضطر إلى خلع سن آخر من أسنانك. انظر حولك لترى بنفسك، هذه أسنانك الآن بعد أن أهملتها ولم تنظفها. ها؟ هذا مستحيل. حسنا، وماذا عن أسنان صديقي؟ وهذه هي أسنان صديقك، انظر كم هي نظيفة. أين الحلوى؟ لا حلوى بعد اليوم، لقد قررت أن أهتم بأسناني وبتنظيفها جيدا حتى تصبح قوية ونظيفة. وأنتم كذلك يا أصدقائي، يجب أن تهتموا بتنظيفها حتى تبقى نظيفة مثلي. نظف أسنانك لا تكسل، الأعلى منها والأسفل. أسنانك إن صارت أقوى جسمك ينمو ويسلم. فلنغني نظف أسنانك تحميها.